حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا من خلال برنامج ألعاب شعبية. هذا البرنامج اللي يطل عليكم بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك. في السابق ما كان في ألعاب رياضية حقيقية نفس اللي احنا قاعد نشوفها ونعيشها في الوقت الحالي، من كذي كانت ألعابهم هي رياضتهم، منها الوناسة ومنها الصحة والرياضة. إن شاء الله تستمتعون معنا من خلال حلقتنا لليوم وتستفيدون أكثر وأكثر من خلال المعلومات الخاصة بألعابنا الشعبية واللي راح يقولها لكم العم حسين القطان. اوه ما شاء الله هيبه جايه بالدوباح اليوم. اي والله صدق انها لعبه صبيان. لعبه صبيان بس صراحه تونس. اي تونس بس هذه لعبه صبيان سهله. هذه الدوباح بصيخ، هذه سهله. اللي اصعب منها واللي يبيها لياقه الدوباح الدندانيه. شنو الدوباح الدندانيه؟ الدندانيه هذه. الله الله الله. هذه الدوباح الدندانيه. شفتيها؟ هذه وايد عوده. اي نعم هذه لعبتها. هذه نسميه مسواق. اوكي نسميه المسواق. طبعا نحطها كذي زين كذي وهي تمشي فيها، يا من المسواق هذا او المسواق الثاني، بس هذه يبي لها لياقه ويبي لها ركض ويبي لها ماكو واحد يقدر يمشي فيها. يبي لها يمكن احد عمره شوي اكبر. يعني هذه تمشي مع طفل صغير. هذه تمشي عادي بالصيخ اللي عندك. بس هذه اللي سوقها المسواق هذه وسموها دندانيه ليش؟ سمعي صوت الحديد. زين تعطيش مثل دندنه خوشي هذه. بس صعبه ما تقدر تلعبينها. ليش ما اقدر العبها؟ ما صعبه. بس هذه يمسكونها ولا تتم كذي؟ هذه لا هي الدز الدواحة. بس قاعد اقول لك يعني صعب ان هذه بدايتها ما كانت هذه الشيء الحين هذا رنج مال قاري مال قواري. قبل ما كان القواري موجودين ولا كانوا شو اسمه ويعرفون الدواحة قبل الرنج هذا. شفت الدرام الكبير تانكي درام عادي مدور. شف استخدموها قبل حق الماي. استخدموها حق الماي بس اذا انقض من كل صوب اكل الحليب من كل صوب يغلونه. ما يغلونه كالعاده يسوي له عاده تدوير. يسوي عاده تدفي. ياخذون الشفه الفوقيه اللي تكون القطعه المتينه هذه الشفه الفوقيه والتحتيه ويسوونها درباحتين. عيل يعني مو اي طفل عنده درباحه ايام قبل. يعني مو اي طفل يقدر يسويها. اي درام طايح بالسكه يلقونه. اي شيء اسمه هذا الدرام اللي من اللنجات اللي طايحه منهم ولا شيء اي واحد اخذه ويسوي. بس بعدين في مرحله متقدمه قاموا ياخذون اي تاير قديم. اي رنج القاري رنج القاري قاموا يسوونه درباحه. تشوفينه هذا وحتى قبل هذا قبل يسوونه طوق من الاطواق. بعدين جت القواري وقاموا يستغلون اليوم القاري هذا. انزين هل هذه الدرابيح فعلا قديمه ولا انت صانعها من اول وجديد؟ هذه قديمه عندي انا. يعني هذه صج من يعني اثريه. يعني تقدر تكون 20 سنه عندي هذه. اي ما شاء الله موجوده عندي هي وعندي واحده ثانيه موجوده. انا شوف حتى الحلي اللي فيها يوحي لي انها قديمه. شوفي الحلي هذه العاده الرنك هذا يكون يلمع من نفس اللمعه هذه اللي تشوفينه بس هذه قديمه وانا محافظ عليها. ليش؟ لان ابيها تكون ابيها تحلي زياده بعد عشان تصير مثل الدرام. والحين ان شاء الله عندي درام ثاني نفس القصه عشان احط الدرباحه الاصليه. انزين لعبه الدرباحه وايد مشابهه لعبه القاري. القاري نعم صحيح؟ صحيح. زين منو اي وحده فيهم ظهرت قبل الثانيه؟ هم ذولا شوفوا كلهم يعني الدرباحة القديمه اللي قلنا عنها هذيك والقاري احتمال نفس الوقت لان كله شغلهم واحد. بس يعني طريقه لعبهم بس القاري يمكن فيها فوائد يعني ان الواحد ممكن يستخدمها يشيل فيها اغراض. اربع توائر يشيل فيها اغراض يشيل فيها هذه. بس هذه لا ما لها فائده بس وناسه. هذه وناسه وبعدين تاخذ مجهود. هذه مو كل واحد يقدر مثل ما قلت يمشي فيها ويركب فيها. تاخذ مجهود يعني. فعلا هي يعني تمشيش بسرعه يعني. هذا عرفتوا ليش قبل عيال ابهاتنا قبل كانوا ضعاف؟ ما كان في ياهل يعني عنده سمنه ما عنده او ياهل عنده وزن زائد لان العابهم كلها حركيه. نذكرك باسمها مره ثانيه. هذه اسمها الدرباحه الدندانيه. هذه اي وحده الدندانيه؟ هذه الدندانيه. وهذه اللي قلنا عشان عشان المسواق. زين وهي ماشيه تطلع الصوت هذا كان صوت الدندن. كان صوت دندنه سموها درباحه دندانيه. نعم يعطيك العافيه مشكور وايد على هذه المعلومات. الله يعافيك حياك الله حياك الله. لعبة الدرباحة هي إحدى الألعاب الشعبية القديمة الشائعة والتي لا يستغني عنها الأطفال في ذاك الزمن،
فكانت بسيطة الفكرة وسهلة الاستخدام، مما يدل على بساطة العيش والسهولة في خلق شيء ممتع ومسلي لقضاء وقت الفراغ. وهي عبارة عن إطار دائري كان يستخدم للدراجات الهوائية، فتوضع عليه عصا لدحرجة الإطار بأي اتجاه، فكان الأطفال يجرون سباقات بينهم لمسافات معينة لمعرفة أسرع درباحة بينهم. من أكثر الألعاب اللي كانوا يحبونها أهلنا قبل، اللي هم طبعاً كانوا أبناء الأمس والحين صاروا أباء اليوم، اللي هي لعبة الدرباحة. لعبة الدرباحة لعبة خاصة بالصبيان، يعني هي محبوبة جداً من قبلهم، وكانوا هم في مرحلة معينة هم يصنعونها داخل المنزل ويعتمدون كذلك على الحداد، صحيح؟ هي مرات كان يساعدهم الحداد، هم يساعدوا كطوق هذا الحداد. نعم. يسوي. نعم. بس عقب ما طلعت القواري وقاموا يتسكبون القواري قاموا يستخدمون التاير مال القاري. انزين، هذه اللعبة قول لي يعني ايش كثر كانت من الألعاب المهمة عند الصبيان، يعني صنف لي اياها بالتوب 10 او في افضل 10 ألعاب للأطفال شعبية. هذه بموسمها هي تقدرين على قولتكم الحين يسمونها التوب 10 بموسمها، تقدرين هي توب 1 توب 1 متفوق على الألعاب كلها. متى موسمها اكثر شيء؟ موسمها بالشتاء، زين، وخصوصا اذا طق المطر. اذا طق المطر زين نستانس، شلون الحين الصبيان يشوفون بالسيارات وبالطين ماطينها شكل كذي، احنا شي نستانس منها ان ندش فيها بالقيله بالطين بخباري الماي، وهذا يقحصون فيها كانوا نقحص فيها بالطين ونشوفين دشادشنا ترفع بالماي والطين وهذا، واحنا قاعدين نلعب فيها. هذه وقتها تقريبا ايام الامطار وايام نستانس منها، اضافه حق الايام العاديه نلعب فيها بس نستانس فيها بالماي. انزين، شنو الفرق بين الصغيره وبين الكبيره؟ الكبيره طبعا هذه شو اسمه نسميها احنا قبل دندانيه، هذه صعبه، هذه جميع العباره يلعبون فيها، حتى صغير يلعب فيها لان ما فيها يعني ذيك الرياضه وذيك الفن، بس هذه لا، هذه صعبه. هذه صعبه لان ما تسوقينها الا بالمسواق، هذا تحطي المسواق مالها، طبعا المسواق يا اما يجي كذي يا اما يجي عصات، عصات مثل هذه طبعا ينحط نفس هذا كذي يمشي. احنا تكلمنا عنها قبل، هذه عنها قبل شو اسمه، وهذه نسميها الدندانيه. الدندانيه ليش؟ علشان الصوت هذا. نعم. دندنه. انزين، هي كانت لعبه فرديه صحيح؟ نعم فرديه، يعني كل واحد في بيته يصنع لعبته. نعم. درباحته. نعم. وقلنا يا قبل يصطحها لايامها ما كان مال القواري، هذا كان يسوونه من شفه لدرام، دراما كبير يقصونه ويسوون يستخدمونه بالله يقصونه صبيان. انزين، وبالنسبه لتجربتك مع هذه اللعبه شلون كانت التجربه؟ والله نستانس منها لعبنا، يعني خصوصا الصغيره هذه، صغيره سهله يعني لعبناها يعني لعمر جسمها، بس هذه متعبه طبعا. انزين، ما في لعبه معينه يعني هي بس مجرد فكرتها ان الواحد يمسكها ويركض بس تستانسي طبعا؟ ما تسوون فيها سباقات مثلا؟ تسوي سباق، تسوي فيها يعني تزينينها ساعات، تحطين اشياء شو اسمها قرايض خام على السيام على هذه، ما تلحقون فيها بعض؟ لا مو لحق سباق عن اللي يسبق قبل، اقولك بالطين نلعب فيها ايام الطين ما طين، هذه هذا وقت. انزين، مثل هذه الالعاب ممكن تخليكم تطلعون برا الفريج اللي انتم فيه، يعني تسحبكم. اقول نلحق خباري الماي، وين مكان مكان فيه خبرات ماي نلحق نروح نحب. اذا ما تنزفون من اهلكم ان ليش؟ لا عادي عادي عادي، لا عادي عادي، اذا طالعين وياك كلنا الفريق وكلنا هذا عادي. شلون كان الامان قبل؟ يعني احنا اليوم نشوف الاهالي مثلا يقولون لو عيالهم راحوا يلعبون مثلا برا البيت يقولون لهم لا توخرون لا تبعدون، بس قبل يعني مثل هذه الالعاب تخليكم او تشدكم ان انتوا تروحون حق اماكن بعيده، فهل هذا الشيء كان ممكن يعرضكم للخطر؟ لا الحمد لله بذاك الوقت الامان بعد الله سبحانه، الامان كان موجود ونطلع وباعد فيها واروح فيها حتى محلات بعيده. الحين احنا شفنا خوف مثل عيالنا من السيارات بين البيوت، الحين بيتك والشارع تطلعين السياره فيه تخافي قبل من السوالف، الحين قبل ما في لا سيايير تخافي منها ولا في شيء، حتى السياره تشوين بعيد ذاك الصوب ولا في قار تمشي عليه بسرعه ولا تمشي على هذا، يلا السياره تمشي حالها. ما كان في حوادث غريبه تصير؟ حوادث عادي يعني باللعب كذي تصير حوادث يعني عادي. لا بس حوادث في المجتمع نفسه يعني انا ذاك. لا ما في حوادث، يعني تصير حوادث عاديه مثل حوادث الديله مثل تركضين فيها تطقش لكمه بريلك، لان قبل نلعب حفاي زين ما وقعتش الدم يشنتر من صبعك. واذا احد تعور وين يروح؟ ماكو، لا تعور وهو قاعد يلعب يا تاخذ الرمل الناعم هذا تذرينه فوقه زين، واذا غزتش مسمار
تاخذين شو اسمه قطعه خام كذي تلفينها وتعطمينها تشبينها ومكان هذا تعطمينها تعطب كذي وهذا علاجك ولا في البيت؟ واذا كان الجرح كبير لا سمح الله الجرح كبير رمان تاخذين رمان وتحطين عليه ماكو يعني ما تتعطلون ما تتعطلون مشكور وما قصرت وخوش لعبه صراحه الدرباحه صدق لعبه صبيان بس احس نفسي مستانسه عليها لعبه رياضيه عليك العافيه عليك العافيه ما قصرت الله يعافيك